الله وبركاته. أتمنى لكم يوم سعيد وأوقات سعيدة في كل زمان وفي كل مكان. الجو عندنا هنا في بريطانيا تلج يعني تحت 4 تحت الصفر إلى آخره. فندعو لإخواننا المركومين في الشوارع أو في الطرق اللي موجودين في إدلب وموجودين في مخيمات الروهينجا، موجودين في اليمن، موجودين في ليبيا، موجودين في كل مكان في العالم، خاصة في اليغور وكشمير كذلك يعني. بالنسبة للمحاضرة دي استكمال المحاضرة اللي احنا اتكلمنا فيها الأسبوع اللي فات عن الدول الفاشلة والدول القوية والدول اللي هي الفاشلة والقوية والهشة. النهاردة هننتقل من مرحلة الدولة الهشة والدولة الفاشلة إلى الدولة المستقرة. طبعا بشكر كل الشباب اللي بيساعدوني اللي أكتب أسماء من هو سحر وعبد الرحمن وأحمد الشيخ، ودي اللي هو أسماء السوشيال ميديا اللي عندي. لو كان حد فيكم عايز يخش عندي على أي صفحة من الصفحات دول. دي صورة أنا بتكلم فيها عن أي دولة تخرج مرحلة ما قبل الدولة المستقرة. اللي في الوسط هنا العاصمة، العاصمة ودي المطارات اللي موجودة داخل العاصمة، وهنا الخطوط السوداء دي اللي بتحدد المحافظات أو الولايات اللي موجودة داخل الدولة. كل دي خطوط اللي هي الحدود ما بين المحافظات أو الولايات بتكلم عنها، ودي الخطوط اللي هي الخضراء اللي ماشيه دي اللي هي الطرق، لو بتكون في طرق واصله ما بين كل محافظه والتانيه، وطرق مواصله ما بين المحافظه والعاصمه كذلك. بعدين كل الدوائر اللي انت شايفينها دي اللي هي تعتبر الاسواق الشعبيه، وكل سوق شعبي في محافظه من المحافظات بيتميز بثقافه انتاجيه مختلفه عن الثقافه الانتاجيه اللي موجوده في الاسواق الشعبيه الاخرى. أنا حطيت المكونات دي في صورة الدولة في الوقت ده علشان تفهمنا إن أنا اهتميت بأمرين: أمر التواصل بالمواصلات ما بين كل المحافظات، طبعاً في كل محافظة هنا في مطار، ذكر المطار ده يعتبر للاتصالات الصغيرة أو الكبيرة، وفي تواصل دائم ما بين المحافظات وبعضها، وتواصل دائم ما بين المحافظات واللي هو العاصمة، زائد الأسواق الشعبية. هنتكلم عن كل هذه الأشياء فيما بعد. اي تغيير او اي ثوره او اي شيء، طبعا في بعض الشباب كتبوا لي قالوا لي انت بتتكلم في السياسه، انا مش بقول لهم ما بتكلمش في السياسه، انا بتكلم في مجتمع مدني. المجتمع المدني بيتطرق لكل انواع التوجهات للافراد اللي بنتكلم عنها، سواء كان هذه التوجهات توجهات اجتماعيه من خلال العمل السياسي او العمل النقابي او العمل الانساني او العمل الحقوقي او العمل حتى كل الاعمال بنتكلم عنها. فذلك احنا بنتكلم عن المجتمع المدني، المجتمع المدني اشمل بكثير من العمل الانساني او العمل الخيري. العمل الانساني هو لا يسيس، العمل الانساني لا يسيس، يكون بعيد خالص عن السياسه. وللاسف الكلام ده بيجي لي من بعض الشباب اللي هم شغالين في العمل الانساني وفي اوروبا وفي الغرب، وهم مش فاهمين يعني ايه مجتمع مدني. فذلك الاسبوع الجاي القادم بالذات هنعمل محاضره على المجتمع المدني وما هو المجتمع المدني. وللاسف هذه المحاضره انا عملتها في مصر في ساحه الساوي 2011، 6 اكتوبر 2011. اللي عايز يروح ساحه الساوي عشان ايه يشوفها على اليوتيوب بتاعته. لما بتحصل ثوره ايه اللي بيحصل؟ العامه بتكون توقعاتهم عاليه جدا جدا جدا، سقف توقعاتهم بيرتفع لما فوق السماء. وبعدين بعد كده ايه وظيفه الناس اللي بيكونوا مسؤولين على الدوله في هذا الوقت؟ هم يطمنوا العامه ويمكن المواطن. الطمانه والتمكين مش بالكلام فقط. وبعدين يبتدوا يحطوا جزء من الرؤيه بتاعتهم، اللي يبتدوا يشغلوهم بالمشاريع الصغيره، يبتدوا يشغلوهم بالاسواق الشعبيه، يبتدوا يزوروا زي ما انا قلت كده في الصوره الاولانيه دي، الاسواق الشعبيه، التواصل ما بين المدن والقرى والمحافظات وبعضها البعض. بدي يكون جزء من الصوره العامه او الخريطه العامه لمن يديرون الامور في هذا الوقت. يبقى فيها المشاريع الصغيرة، الأسواق الشعبية، التواصل بين محافظات المدن، زي اللي هو علشان نقل المواد والزراعة والحرفيات وصيد الأسماك والنقل السلع بالمحافظات. كل هذه الأشياء تكون مهمة جدا جدا، لأن العامة ومنهم الغوغاء
بيحاولوا يرفعوا السقف علشان يفشلوا اي شيء، وخاصه بتكون في ايادي خفيه داخل الدوله او من خارج الدوله بتحاول انها تسقط مثل هذه التغيير، مثل هذه قوه التغيير. جزء ثاني ايضا بالنسبه لجزء من الرؤيه ان الاسعار في ممكن في بعض اسعار السلع الاساسيه تخفض، وفي المواصلات والوقود والمواد الرئيسيه للمعيشه، كل هذه الاشياء بتخلي العامه يعني ينتبهوا لان في رؤيه عامه وخريطه طريق لهذه التغييرات اللي بتحصل في البلد. تحصل انتخابات في الولايات والمحافظات المحليه بنسميها الولايات، وهنا طبعا الكلام ده كتب من اكثر من 8 سنين او 9 سنين، واتكلمنا فيه مع حضرات كثيره جدا في اماكن مختلفه، ان انتخابات الوزراء ما يكونش من احزاب معينه في الوقت ده، بل يكون من العاملين داخل الوزارات، وكل وزاره تنتخب الوزير بتاعها كي يستطيع ان يمشي امور هذه الوزاره في الفتره الانتقاليه، بعد انتخاب حتى انتخاب رئيس مجلس الوزراء يكون بالاستفتاء العام، ويكون من الشخصيات العامه ما يكونش يتبع لحزب معين او لفصيل معين او لجهه معينه يتفق عليه الشعب، ويكون من الشخصيات العامه اللي هي المرموقه اللي يختلف عليها الشعب، لان ده من كل دول عشان دول بالذات عشان المرحله الانتقاليه. البرلمانيين ينتخبوا ايضا بعدها، ويكون وظيفتهم في هذا المجال مش يكونوا وزاره او يكونوا حكومه، لا وظيفتهم دواء تشريعية قانونية علشان يطلعوا قوانين لمحاربة الفساد، يطلعوا قوانين تشريعية جديدة تقوية المجتمع المدني، كل هذه الأشياء، لكن لا ينتخب كحزب. من حق الحزب أنه ينزل أفراد الانتخابات، لكن الحزب الأحزاب اللي هتنجح هنا ما تكونش الوزارة، ما يكونش من الوزارة في الفترة الانتقالية بالذات لكي لا نختلف عليها، خاصة أن في كثير من الأحيان بيكون مثل هذه الاحزاب احزاب انشئت منذ 6 أشهر بعد حدوث الثورات او منذ سنه الى اخره، فليس لها مصداقيه في الشارع، ولذلك احنا من اجل هذا يكون دور اعضاء مجلس الشعب او اعضاء مجلس البرلمانيين داخل البرلمان ان هو تسيير امور الدوله ووضع القوانين ووضع الدستور الى اخره. اذا كان هناك في رئيس جمهوريه برضه يجري عليه استفتاء عام، يكون زي ما انتخبنا رئيس الوزراء بالاستفتاء العام، يكون من الناس الشخصيات العامة المتفق عليها وليس لينتمي لحزب معين أو لفصيل معين. ده اللي هي مقدمة الرؤية العامة. هنا هننظر للدول الهشة والفاشلة اللي عايز تحول بقى لدولة قوية. احنا بنقول الدول الفاشلة هي الدول التي ما زالت تعاني من الصراعات المسلحة والتي تتحكم في مقاليد أمورها المجموعات المسلحة، ده تعريف ليها. وقد يكون هناك نوع اخر من الدول الفاشله التي خرجت من كوارث 70، في كوارث 70 بتدمر كل شيء، يعني احنا اخذنا المنطقه بتاعه اللي كان في اندونيسيا في 2005 اللي هي السونامي لما ضرب المنطقه اللي هناك، احد المناطق بس انا ناسي اسمها، انها كل الملفات بتاعه الحكومه راحت وكل العاملين في الحكومه راحوا ماتوا، فاصبحت هذه المنطقه اذا كانت دوله مستقله تصبح دوله هشه بعد اعصار او بعد السونامي نفسه. قد تكون الدول التي تبدا من جديد في بناء كيانتها بعد الثورات، يعني في ثورات مسلحه وشعبيه وجماهيريه بتدمر كل شيء وبتخطر كل شيء، وقد تكون بعد الانقلابات العسكريه او تدخل الدول الاجنبيه فيها. دخل الدول الاجنبيه فيها كان واضح جدا 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 في العراق بعد دخول قوات التحالف، ان هم اعتبروا ان كل العاملين في الوزارات يعتبروا من حزب معين هو حزب البعث، فطردوهم فسقطت الدوله واصبحت دوله هشه بعد ما كانت دوله اصبحت دوله فاشله بعد ما كانت دوله هشه، زي ما احنا تكلم عنها في الاسبوع الماضي عن ان الدوله الهشه مش معناها انها تكون دوله قويه بالسلاح او بالاعتاد، ولكنها تكون قوية بالمجتمع المدني اللي فيها. كل هذه الدول الهشة أو الفاشلة بتشترك في بعض هذه الأشياء، وإحنا اتكلمنا عنها الأسبوع اللي فات، ضعف أو غياب مؤسسات الدولة وكوادرها، تسلط الجهاز الأمني والعسكري على مقاليد الأمور، ضعف أو عدم وجود قطاع مدني ومؤسساته المجتمعية المدنية، خوف القطاع الخاص من الاستثمار
في هذه الدول وهروب القطاع الخاص الوطني والأجنبي منها، تفكك المجتمعات وتشرذم الأقليات والعرقيات في الداخل الدولة، عدم وجود أو ضعف الخدمات الاجتماعية، عدم وجود حياة برلمانية، تفاقم صور الفساد اللي بيشترك فيها القائمين على مسار أمور هذه الدولة، تسيير أمور هذه الدولة، تدخل بعض الدول الأجنبية في شؤون أمورها. أرجع تاني للمنطقة اللي كانت في السونامي اللي كنت بكلم عنها أنا قبل كده، هو اللي هي منطقة في السونامي اللي كنت بكلم عنها اسمها باندا أتشي. باندا أتشي اللي أنا كنت كلمت عنها وقلت إنها أصبحت، لو باندا أتشي دي دولة كل العاملين فيها ماتوا وكل الملفات راحت ودمرت إلى آخره، فلو كانت هي مستقلة كنت نعتبرها دولة، فشيلها مش دولة هشة لأن ما فيهاش أي شيء موجود عندها. طيب، خطوات انتقال الدولة الفاشلة إلى دولة هاشة. يكون عندنا فيها استراتيجيات. الأولى فيها أولاً بدء وسيلة ومسيرة للحوار بين المواطنين على مستوى القرية والمدينة والمحافظة. لابد يحصل تواصل، لأن الدولة الفاشلة زي ما قلنا في الأسبوع اللي فات هي بتتكون من جزء أو جزيئات صغيرة من الدويلات اللي كل مجموعة منها بتتحكم فيها القوى أمن أو قوى مسلحة إلى آخره. فلابد يحصل تواصل مع المواطنين على مستوى القرية والمدينة والمحافظة. لابد انه اهل الجماعات المسلحه اللي موجوده هناك دي كلها، كيف هنطمنها انها تنزل ينتزع منها السلاح؟ نطمئنها بالتاهيل وانها ممكن تكون في المستقبل جزء من الحكومه او جزء من اللي هو الجيش او جزء من المراكز الامنيه اللي هتكونها الدوله اللي بتتكون في هذا المجال. الاهتمام زي ما انا قلت قبل كده في المقدمه في الصور الدوائر بمنظومة المشاريع الصغيرة والأسواق الشعبية، لأن دي هتشغل الشعب كله بشيء إيجابي يستطيع أن يقوي به الاقتصاد المحلي، زائد يوجد به فرص عمل للعائلات والأفراد اللي موجودين. الاهتمام بالتعليم البديل، مش بس التعليم العادي، التعليم العادي في مراحل الانتقالية بيكون مكلف جدا جدا وطويل جدا جدا وبيكون عبء على الدولة. التعليم البديل زي التعليم الحرفي المهني، التعليم المواهبي، كل هذه الأشياء. ضمان حرية انتقال السلع والمنتجات من محافظة لأخرى. يعني ليه؟ لأن أنا عندي منتج في محافظة غنية وما عنديش منتج في محافظة فقيرة، فلابد كل هذه الأشياء تنتقل من محافظة إلى أخرى، من مدينة لأخرى، من قرية لأخرى. البدء في بناء مؤسسات المجتمع المدني على مستوى القرية والمدينة والدولة. دي من أول خطوات نحن نحاول نعملها عشان ننتقل من الدولة الفاشلة إلى الدولة الهاشة. كذلك البدء في وضع خريطة العمل لبناء مؤسسات الدولة الهاشة. لابد ان يكون عندنا خريطة لبناء عمل لبناء مؤسسات الدولة التشريعية والرقابية والتنفيذية، والاتفاق على مرحلة انتقالية. لابد يكون في مرحلة انتقالية نتفق على معاييرها وسياساتها ومشرعها الى ان تستقر الامور وتبدا الدولة ومؤسساتها في الاستقرار لتسيير امور المجتمعات، وتقل هذه المرحلة عن 3 سنوات وتزيد عن 5 سنوات. ان تشمل هذه المرحلة الانتقالية بناء المؤسسات البرلمانية في المحافظات، توضع اولويات لبناء الكفاءات البشرية والمؤسسات الاعلامية، الاهتمام بوسائل رفع الوعي المجتمعي لدى المواطنين وزيادة نسبة الانتماء الوطني لدى ابناء الشعب. دي جزء من الاشياء اللي هي بتخلينا ناخد الدولة الفاشلة ونبتدي نحركها كي تصبح دولة هشة، وده اللي بيحاول في دولة الصومال ان يعمله الحكومات المنتخبة المتعاقبة اللي هي في خلال السنوات الماضية. كان دي 4 أو 5 حكومة في الصومال بتحاول تخرج بالصومال من دولة فاشلة الى دولة هشة، فاصبح في الصومال في مناطق زي سومالي لاند، المنطقة بتاع سومالي لاند وبونت لاند، دول يعتبروا دول هشة أحيانا، لكن حوالين مقدش وما زال في بعض الجماعات المسلحة اللي بتحاول لا تجعل الدولة أو الحكومة تخرج من الفشل إلى الهشاشة في داخل مقدش ومن حولها. خطوات انتقال الدولة الهشة بقى، احنا بقينا دولة هشة دلوقتي، دولة مستقرة. يعني احنا وصلنا لدولة هشة وبقينا عايزين نوصل لدولة مستقرة. ايه هي انواع الدول الهشه؟ هي ما يعني ايه الدول الهشه؟ هي الدول التي كانت مستقره وتحولت الى هشه بعد الثورات. ممكن تكون دول قويه وغنيه فيها حريات، لكن حصل فيها تدخلات اجنبيه، حصل فيها دخول وتسلطات لقوى اخرى، فاصبحت تحولها من دوله مستقره الى دوله هشه.
او الدول اللي كانت تعتقد انها دوله قويه مستقره. زي ما انا قلت الاسبوع اللي فات ان في دول حاليا في بعض الاماكن تعتقد عشانها دول غنيه ودول عندها جيش يصرف عليه 70 او 80% من ميزانيه الدوله، وكذلك قوى امنيه يعني بيصرف على الدوله على القوى الامنيه والجيش قرابه 90%، ها، وما فيش حريات للافراد وما فيش مؤسسات مجتمع مدني وما فيش وما فيش وما فيش. فاعتقد انهم دي دوله قويه، هي عمرها ما هتكون دوله قويه لان هي ما فيهاش حريه للمجتمع المدني، ما فيهاش مؤسسات مجتمع مدني، فهي دوله هشه تعتقد انها دوله هي قويه. او الدول اللي تصيبها بكوارث طبيعيه حولتها من دوله شبه مستقره الى دوله هشه زي ما حصل قبل كده في اندونيسيا. دي بعض الاشياء في التعريفات للدول الهشه. طبعا الدول الهشه دي هتشترك في اشياء كثيره جدا جدا احنا اتكلمنا عنها قبل كده، هو يعني هنتكلم عنها تاني. طبعا في جزء منها تسلط الجهاد الامني والعسكري على مقود الامور، وجوب برلمانات ضعيفه او صوريه تتزين فيها الدوله، ضعف او غياب وانعدام مناخ الحريات فيها، تضييق على القطاع المدني ومحاربته واهماله او تسييسه وعسكرته وامننته، اداره اجهزه الدوله عن طريق المؤسسات الامنيه والعسكريه، ضعف الاتفاق، ضعف الانفاق على الخدمات المجتمعية وخاصة التعليم، وقوع الاقتصاد في أيدي الدوائر الأمنية والعسكرية أو مجموعات رجال الأعمال القوية منهم، مركزية الحكم الشمولي ومرجعيته الفردية للحاكم الأعظم أو الجهات المتحكمة في مقاليد الملوك. يعني دي بعض الأشياء اللي احنا كلنا بنراها في كثير من الدول اللي احنا مش قادرين نذكر أسمائها ولكنها موجودة حاليا. استكمالا لهذا لو كثير يعني تاخذون انتقال الدول الهشه لدوله مستقره، ايضا ازاي بقى نخرج الدوله الهشه؟ احنا قلنا دي بعض الصفات اللي موجوده في الدوله الهشه، اللي هنا بقى عايزين نحول الدوله الهشه لدوله مستقره. ازاي؟ احنا ذكرنا منها كتير جدا في الماضي، لكن في كنا بنتكلم عن الدول الفاشله، اما الان فبنزيد لها بعض الاشياء الاخرى. اول شيء فيها ان المواطن يشعر بانه يملك الوطن. مواطن يشعر بانه يملك الوطن. مواطن يشعر المواطن ده وطنه، مش وطن مجموعه معينه او حزب معين او فصيل معين او جيش معين او مجموعه امنيه معينه، لا. اول حاجه تمكين المواطن مقدرات الدوله بجعله المسؤول الاول عن الوطن الذي يعيش فيه. نمره 2 ارتفاع معايير الشفافيه والمحاسبيه والمرجعيه. نمرة 3 المحافظة على مناخ الحريات التي وفرتها وتوفره الدولة للمواطن. نمرة 4 أولوية بناء المجتمعات المجتمع المدني ومؤسساته وجعله الجهة الشعبية الرقيبة على أداء الحكومة والقطاع الخاص. نمرة 5 استكمال بناء مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية والرقابية. نمرة 6 كسب ثقة المواطن بإعلامه، ودي مهمة جدا، إعلامه بثروات البلاد على مستوى القرية وعلى مستوى الولاية وعلى مستوى المحافظة. وجعلوا احد المراقبين المحافظين على ثروات الاراضي التي تعيش عليها. دي مهمه جدا جدا جدا، لان المواطن اللي في القريه واللي في المحافظه واللي في النجوع وفي المدن الى اخره الى اخره بيعتقد انه لا ينتمي لهذه البلد لان ثرواتها يستفاد منها الاخرين وليس. استكمال بناء الدوائر البرلمانيه من كافه المحافظات او الولايات بالاضافه الى البرلمان الوطني اللي هو قد يتفق الجميع على تاسيس حكومه وطنيه فدراليه لها صلاحيات على مستوى المحافظه او الولايات ومشاركه من البرلمان الوطني على مستوى الدوله. دي بعض الاشياء اللي احنا ممكن لو وضعناها كجزء من خريطه الطريق لتحويل الدوله الهشه الى دوله مستقره. انا ليه خصصت الثروات دي؟ لان كثير جدا في الثورات تسرق الثروات. شفنا الكلام ده بعد سقوط بغداد وكيف ان كل الاشياء سرقت وظهرت في متاحف مختلفه، وشفناها في بلاد اخرى تباع وتسرق ايضا في وتباع لدول اخرى الى اخره. فلذلك اذا كان عندنا ثروه قوميه على مستوى المحافظه او على مستوى الولايه او على مستوى المدينه، فهذه الثروات بتدخل دخل، الدخل قد يكون يقسم كالتالي. يقسم دخل المحافظه كالتالي: 25% من ثروات المحافظة تنفق على مستوى المحافظة أو الولايات من قطاع الخدمات المجتمعية وبناء البنى التحتية، دي نمرة واحد.
نمرة 2 75% تذهب للحكومة المركزية وتقسم كالتالي، يعني بس بتروح للحكومة المركزية من غير ما نعرف كيف ستصرف. 50% على بناء مؤسسات الدولة ومشاريعها الخدمية الوطنية زي التعليم والصحة والجيش والأمن وخلافها كل هذه الأشياء. 10% تسيير أمور الحكومة المركزية. 15% احتياطي استراتيجي واستثماري. يبقى احنا نتكلم مرة ثانية، لو أنا عندي محافظة غنية فيها بترول أو فيها غاز أو فيها ثروة حيوانية أو فيها ثروة زراعية، فبقسم الدخل بتاع هذه المحافظة إلى ثلاث أجزاء. 25% للمحافظة ها تشتغل فيها كما تشاء، و 75% للحكومة المركزية، تقسم لثلاث أقسام. 50% على تسيير أمور الحكومة والمشاريع الخدمية بتاعت الحكومة كلها، و 15% على اللي هو الاحتياط الاستراتيجي، و 10% مصاريف إدارية لتشتير الحكومة المركزية. يبقى 50% بناء مؤسسات الدولة ومشاريعها الخدمية الوطنية زي التعليم والصحة وكله كله 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 كله. وبعدين بعد كده هو يعني من النقط ايضا لانتقال الدوله من هشه الى دوله مستقره، لو نبني الهيكل الاداري على مستوى المحافظات بما يعني يكون مستقل، المحافظه تبني مستواها الاداري او هيكلها الاداري وعلى مستوى الدوله بالتوافق والتشاور مع البرلمانات الداخليه. لو كان في برلمانات على مستوى المحافظات او الولايات وبرلمان يعني وطني، فيكون تنسيق ما بين محافظات ارتأت ان يكون مجلسها النيابي يمشي بصوره معينه والمجلس الوطني يمشي بصوره تتوافق مع هذه الرؤيه. يبقى احنا نتكلم عن الخطوات في تحويل الدوله الهشه الى دوله قويه، تمكين المواطن، ارتفاع معايير الشفافيه، المحافظه على نقل الحريات، اولويه بناء المؤسسات المجتمع المدني، استكمال بناء مؤسسات الدوله التشريعيه والتنفيذيه والرقابيه، كسب ثقه المواطن باعلان الثروات كلها، استكمال بناء الدوله الامنيه البرلمانيه من كافه المحافظات، وتاسيس حكومه وطنيه قد تكون فدراليه او حكومه اخرى. بعدين طيب اوكي استنى خطوات انتقال الدول الهشه الى دول مستقره وانواع الدول الهشه اتكلمنا فيها قبل كده. الدول بقى دي الحاجات اللي كنت قلتها انا قبل كده، هو تسلط الجهاز الامني والعسكري وجود برلمانات ضعيفه، انتقال الدوله الهشه الى دوله مستقره وانها بردك ايوه، عشان دي الخطوات اللي نتكلم عنها. ودي ازاي نتجاوز على الثروات زي ما احنا قلناها قبل كده، هو عشان بس ده يخلي يطمئن الشارع بكافه جوانبه او هياكله. التوافق على وضع استراتيجية دي نقطة ثانية أيضا في انتقال الدولة الهشة لدولة مستقرة. التوافق على وضع استراتيجية وخطة عمل الدولة من القاعدة للقمة. يعني إيه من القاعدة للقمة؟ يعني من المواطن إلى الدوائر البرلمانية والمؤسسات المجتمع المدني إلى آخره. واشترك في هذا اللي هو واشترك فيه المحافظات والولايات البرلمانات بتاعت محافظات والولايات مؤسسات المجتمع المدني البرلمان الوطني الحكومه المركزيه قطاع رجال الاعمال الجامعات والمؤسسات الاكاديميه والبحثيه. نتكلم بردك في اشياء اتكلمنا فيها قبل كده، هو اللي هي ينتقل في الرؤيه دي او في خريطه الطريق دي حريه الانتقال والتجاره بين المحافظات والولايات، تشجيع المشاريع الصغيره وبناء الاقتصاد الوطني القادر على توفير فرص عمل للشباب، استخدام كافة القوى الناعمة للوطن من تحقيق الأمن والاستقرار المجتمعي ومن الإعلام والرياضة والدراما والفن والمجالس النقابية ومؤسسات المجتمع المدني والمساعدة المساعدة على خلق كفاءات بشرية وقيادات مجتمعية للقيام بهذا الدور، وكذلك القوى الناعمة الأخرى التي لم تذكر هنا، ضمان سقف الحريات بكثرة وفعالية مشاركة المواطنين من إدارة شؤون مؤسساتهم ودولتهم، كذلك تمكنهم من إدارة شؤون البلاد من خلال الدول البرلمانية المتحدة. كل هذه الأشياء بتحاول تنتقل في خريطة الطريق من الدولة
الهشة الدولة المستقرة منهجية هذه القدرة الانتقالية على تسيير الأعمال وعدم إحداث تغييرات جذرية أو اتفاقيات كبرى في هذه الفترة. يعني في الفترة الانتقالية اللي هنتكلم فيها الخمس سنوات دي، من أربع خمس سنوات دي، ما نحاولش نهز كيان الدولة بأن نعمل أشياء كبيرة أو مشاريع ضخمة عملاقة تهز مسيرة بناء استقرار الدولة. لا تحدث انتخابات برلمانية تنفيذية في هذه الفترة لعدم معرفة مصداقية الأحزاب والتشكيلات السياسية. تحدث انتخابات برلمانية تنفيذية بعد مرحلة انتقالية لتعريف الشعب مصداقية وشرفية وقدرة هذه الأحزاب على إدارة الأمور. يحدث توافق بين اللجان الشعبية الأمنية مع لجان الأمن للمحافظة على الأمن في شوارع وأحياء القرى والمدن. كل هذه الأشياء بتعتبر جزء من خريطة الطريق اللي احنا بنتكلم عنها في انتقال من مرحلة من الدولة الهشة إلى الدولة المستقرة. يبقى نرجع مرة تانية للدولة دي، خطوات الانتقال أهم شيء فيها اللي هي تمكين المواطن من مقدرات الدولة وجعل المواطن يشعر بأنه هو مالك هذه الدولة، وبناء الأسواق الشعبية وبناء طرق المواصلات والتعامل مع المواطن كأنه جزء، على أنه جزء مهم جدا من تسيير هذه أمور هذه الدولة، برفع مستوى المعيارية ورفع مستوى التواصل معه في مثل هذه الأشياء. أنا كنت ليه بقول الـ 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 الأمر هذا الأمر اللي كنت بقوله، لأن أنا كان عندي تجربة من زمان، من سنة 1985 لما انتخبت وأصبحت رئيس لاتحاد طلاب للدارسين في بريطانيا، وكان ده على غير رغبة الجهاز الحاكم في هذا الوقت. فكان عندي رؤية، الرؤية دي ان انا كيف يصير الاتحاد الى اخره، وطلب مننا في هذا الامر ان الملحق الثقافي او المستشار الثقافي الى اخره طلبنا علشان يستغنوا عن رئيس الاتحاد ويصوتوا ضده الى اخره الى اخره. فلما ذهبنا نجلس في مكتبه او في مكتبه، قال ما تخرجوش من الغرفة دي الا لما تنتخبوا رئيس اتحاد جديد. وأن هذا المؤتمر العام هو الذي انتخب الرئيس وانتخب اللجنة التنفيذية وليس أنتم، فكان ده هذا هو التوجه السياسي. فماذا فعلنا في هذا الأمر؟ كان عندي رؤية معينة أن في نصدر مجلة، نعمل رحلة لباريس، نعمل رحلة للحج، نعمل مسابقة للقرآن الكريم في رمضان. فكان في رؤية وخطة معمولة لكيف يسير الاتحاد في هذا الوقت، ونجحت هذه الرؤية ولم يستطيعوا تستطيع اللجنة التنفيذية أن تشيل رئيس الاتحاد إلا بعد ما حصل ضغط شديد جدا 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 من بعض الجهات الرسمية على الطلب مباشرة. فشعرنا في هذا الوقت أن ليس من المصلحة أن يستمر الرئيس اللي هو كنت أنا شخصيا في إدارة هذا الاتحاد، وبس بعد أن حققت الطلبات وحققت الرؤية اللي كانت موضوعة قبل أن ينتخب الرئيس لمثل هذه المجالس. جزاكم الله خير، ونراكم الأسبوع القادم إن شاء الله في كلمة مجتمع مدني، لأن زي ما قلت في الأول إن في ناس كثيرين يعتقدوا إن كل ده كلام سياسي. المجتمع المدني بيدخل في كافة مناحي الحياة داخل المجتمعات، من المياه والمناخ والحيوانات والطيور وكل التشكيلات السياسية والتشكيلات المجتمعية والمساجد والكنائس والعمل الخيري إلى آخره إلى آخره إلى آخره. الذي يقول أن المجتمع المدني مؤسساته هي قاصر فقط على المؤسسات الإنسانية زي الإغاثة الإسلامية أو الأخرى، نجد هنا في بريطانيا حوالي بالنسبة للمسلمين في يمكن 100 أو 120 مؤسسة إنسانية فقط دولية، لكن في 4000 أو من مساجد والمؤسسات الأخرى للمسلمين. وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.